بنات انا غادي ندور بهاد الناموس هادي، ما نحوت لكمش الدار مربجه هاد الايام هادي. راه عاودت لكم ما ديتهاش في الدار مزيان بحال اللي مولفه كانت داير فيها، وقلت انا ندور بيها مع هاد العواشر. صباح الشميشة قلت علاش لا ندور بالدار شوية ونفوها، و المهم ونتمنى معايا معتمد سلامتو ولا كيمشي ليا الماريو كيجبد جبد 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 مكاين غا جبد. ماريو قبلو لي عاد قد يجبد البا قلت ليه صافي دقيقة يلا فرشتو البارح طويجين رديتو ديال السردين حيدتو عليا وبغيت نضرب البيت. الطلامط خاشية هنا راكو عارفين مع الضيق والحريق ودرتهم هنايا خليهم في الشجر. كنت غادي نطيح بيان نقي كنت خاشيه وما عنديش هادشي اللي ندير. ان شاء الله كنقول هاد البلاصه هادي اللي عندي خاويه راه من دار شي طابيسيه غادي صايب ليا ديك اللعيبه اللي كتبقى تحل وتخبي وكلشي تحت الناموسية، حيت انا هاد البيت ناعس هذا هذاك راه هو الاصل ديالو، غير حنايا صايبنا ليه هذا قال لي راجلي يعني اش نقول لكم. في الاول راكم عارفين كيبغوش يسمعوا الرجال، كاين رجال ما كيبغوش يسمعوا. في الاول عنده هذيك ديال الطب ولكن قال لك لا، قال لك ما صحيحاش، قال لك هادشي انا نصايب العود ومشى صايب هاد العود هذا. وما هادي راه عود ايطالي، هاد الناموسيه راه عندها بهذيك اللعيبه ديالها كتهز وكلشي، ولكن ان شاء الله من بعد غادي نصايب من هذه من ثقيله. هذه ثقيله بزاف ما تقدروش تهزوها. واش غندير الجاج سما نهرسو حنا نحطو الغدا معسول ودي بسلام توجه الجوع غنمشي نغافلي نعطيه ياكل ونرجع نشطب هنايا. غادي نشطب على الفو غادي تيساعد بنات عرفتي راه ما عنديش فين نخرج داكشي غنشطبو غير هنا اصلا دقيق يعني ماشي بالهم.
باش نجيب دريره لازقه ونمسح بعدا فوق هذا الشيء كامل. ودان ما غاديش نمسحو حتى ان شاء الله نجيب لي لانجيت. نمسحو بيه بدريره ناشفه ولكن تنجيب ان شاء الله لي لانجيت ونمسحو مزيان. ما يمكنش ندير دريره فاسقه غادي يغمل ليا، انا ما عمري درت لي دريره فاسقه. نمسحو بيه على شو معتمد باش كتب لي هنايا. هذه غنمسحها غير بدرنا ناشفة حيت هذا الدان حقيقي إذا مشيت قصتو بالما غيخسر، خاصو ضروري. وكان غير شي بيت فيه الشمس بزاف، وخا صراحة كاين لا كرة الشو هادشي كلو شمس ولكن ماشي ديك الشمس. اللوراني ديالو راه كنجرو وكنمسحو، كاين دابا ما مكليش نجرو حيت اصلا ما فيه الغبره لا والو. قلبت هنا ما كاين لا غبره لا والو صافي خليته حيت ما خصوش راه كيهوي هذا الوقت عفوا اللي في مراسل. صافي دابا غادي ندوز واحد الجفاف هنايا وندوز دريره على هذه. غادي ندوز واحد الشفاف هنا باش نرجع الطابله ديالها. قبل هذا الشيء غادي نمسح الدان هذا. مثلا مسحتو غايب لي حاجه دابا نمشي ندوز الشفيف. دابا البنات غندوز واحد الشفيف هنايا. نمشي نحيد هاد الصندالة هادي راه طيحني على وجهي، واه كنت غادي نموت. المهم الزيت هادي وقفتها طلقت العود صافي غنضرب واحد التجفيفة. أنا صافي جمعت لك فوق الكوافوز قديتو كتشوفو، مديوش على الكاميرا راه شوية قلت لكم خاصة. المهم قديت فوق الكوافوز غير ديك المقادة صراحة، المهم غير مسحت الغبرة ماشي ستفت وقديت حيت إن شاء الله ناويين بزاف الحوايج غنديرهم من بعد مرور العيد الكبير. المهم انا حيدت غير الغبابر ايوا. وشنو بغيت نقول لكم، وسما كاين قديت هذيك الريدو مصبن خبيته هنايا حيت باغا ندور بالصاله عاوتاني باش نركب الريدو. الفرشاه هي درتها وقفتها على طولتها، وهنايا الطليمطات درتهم يتشمشوا وغادي نلمط بهم الصاله وصافي. والزرابي سستهم مزيان وخشيتهم تحت الناموسيه صراحه كيهزوا ليا غير الغبابر. غندوز الجفيف هنايا صافي وغادي نطفي الضو. المهم هذا البيت بعدا هذا البيت تهنيت منه صافي تهنيت منه غادي نخلي ابار على الخبزه. ولدي هو معتمد ها هو قولوا لي كل بالك الكفته فيها الشوك. ما فيهاش كاع ولدي الشوك والله ما فيها الشوك، ما كيحماش الكفته. ايوا المهم البنات درت واحد الكفيته وهنايا وسط الدار شوفوا كي مقربله. غيسالي معتمد الغدا ديالو حيت باقي ما تغديناش. ودابا غنطلع هادشي كله نصبنه. ها انتم البنات شوفوا الصاله
كل شيء مهزوز. غدا ان شاء الله عاوتاني ونشارك معكم الفيديو ديال التخمال ان شاء الله. نخمم هاد الصاله هادي ما غنحيدش الطلامط حيت باقا صراحه حتى يدوز الصيف عاد نصبنها حيت راه قتلتهم مساكن بالصبان. انت ضروا فيا البنات قالوا لي الناس راه كيصبنوا غير مره في العام. انا صراحه كل شهر كنت كنصبن الطلامط، دابا عطيتهم اتساع شي شويه يرتاحوا حيت غنعاود نلمطهم تيدوز العيد الكبير ان شاء الله، وعاد نخمم التخميله الاخرى اللي غادي تكون صافي الشتا جايه ما غاديش نصبنها. وهنايا الصالون كما كتشوفوا حتى هو مهزوز، وكنا كنديروا غير لي زور. مي كانت ماما مسكينه صراحه توحشتها، مشات غير ساعه خلات بلاصتها. ايوا ما مسكينه العيار المرض ما بغات حتى هي تمشي تقاد العواشر هادي. وهنايا حتى هي خاصني هادشي كله السلوكه وهادشي نحيدو ونطلع البنات نصبن في السطح. نطلع نصبن في السطح. راجلي شرا لي هاد السلك، هذا شرا لي وقال بشي 60 درهم ومع في 70 درهم دوك المزيانين. غنولي نصبن في السطح البنات. الماكينه يلاه باقا ما صايبت ليهاش النشافه، ولكن ديال الفريك عند نصبن عشي يديا طاحوا بليكزيما. هانتوما شوفوا ليكزيما هي جاتني هنايا عاوتاني ويلاه قاصيت معاها. ايوا وصافي مشى شرا ليا السلك دابا. ايوا صافي دابا نمشي نهبطو من الفوق من الشرجم ونطلع هاد الحوايج وندير سطولة يا عمرة. وانا حبيبي انا عاطفه غبت عليكم وبزاف الناس قالوا لي سنه غبتي، ولكن غير التليفون ربط لكم شنو كاين فيه. وحتى المونتاج ما عرفتش المشكل، نفس المونتاج هو اللي كنت كنمونطي فيه. ودابا ملي وليت كنتيليشارجي فيديوهات ما كيصدقوش كيقولوا لي كاين شي بروبليم، ما فهمتش انا هادشي. المهم انا دابا عاد شحال محاوله درت المونتاج. هذيك المره مشيت للمرجان غير تسارينا فيه صراحه ما شريت حتى شي حاجه، وصورت لكم العروض وجيت نحطو وما بغاش يتحط ما عرفتش علاش. المهم دابا حبايبي باركوا ليا واخيرا راجلي شرا لي الجديد. دابا برونشين في الماكينه، واخا عندي ديال العصار نشاف خاصه، ولكن اللي مهمه اللي كتصفن خاطر الصيف صراحه ما كتجيش نشافه في البرد اللي صعيبه شويه. ولكن البنات ما نكذبش عليكم خدمت الماكينه، درت الفركه الاولى وبديت صفنت الكواش. واحد الكاشه بقات لي هي الاخيره، مزافي بقات لي هي الاخيره صفنتها. وعاوتاني درت الفركه الثانيه فيها غير فوطه وواحد الريدو بطانيه، هذاك الريدو ديال الوستار راكو عارفين شحال كيهز ديال الغبابه. وغدا ان شاء الله قلت غادي ندور بالدار شويه وغادي المهم غادي ندور بها مزيان راكو عارفين العواشر. وصراحه جاني واحد البخل واحد البخل والله الا كتبقى تقول لي ماما واش ما قديتي تقول لي بس نعسير ملفا ديما ماما ملفا راني كنلقاني محلقه على كوفوز كتقول لي هي البركه عليك. هاد المره لقاتني بخيله وليت حاضيه غير نعاس كنت تقريبا حتى 11 كنفطر كنجمع وداك الجميع الخفيف نفس داك الجميع العامق وكنطيب شي فطور كنطيب غدايا كنعاود نعاود نجبد عليها بنفسها يعني ما كندير والو. وانا في الحقيقه غير كنكون في حد كيما كنوع يعني قريب ليا بعيد ليا واخا يكون قريب ليا بزاف بزاف يعني ماما ما كاينش واحد مقرب منها. ولكن واخا هكذا كنبغي نخليهم على راحتي ما بغيتش نبقى جماع جبد فهمت وهاديك هبش ما عجبش عليا كيعجبني كل واحد يبقى شويه على راحتو وهاديك الساعه نمشيو ورا ما نجمع. وانا اصلا قلت حياه تدربي حيت عارفه جاي العيد كبير وقلت هاك قرب وغادي ندور بالدار شويه. واخا صراحه البيت راه هو فيه رويله، ولكن انا بحكم زعما النهار الاول كندوز الصح ما كترويش ليا الدار بزاف. ولكن هاد العام ما عرفتش صراحه واش غندوزو في الحراره عرفتي. دابا كنسبن ما نعاود لكمش راسي غادي تطبق بشي، وحاليا دابا كندير معاكم مونتاج وراسي كيخبش بالحريق. ضرباتني الشمس مزيان، ولكن انا فكرت قلت نحيد عليا هادشي اليوم وندمت صراحه. كان عليا حتى دير ست العشيه ونطلع وحتى معتمد بالله تبعني. المهم احبابي كما كتشوفوا هنايا راه كاسه شتف شتف
شتفت على البطانيه الاولى ودوك البطانيه ترقق مول في كنخدمهم في الماكينه. ايوا دابا صبنتهم درت لهم دوره وعاود شتفت عليهم اش غندير. وصافي نقيقين صراحه، راه غير بغيت نحيدهم عليا. قلت انا اللي غنديرهم في الماريو لا هما نصبنهم هكذا يكونوا مشمشين ومخبيين في الماريو. انا كتعجبني شي حاجه نحطها في الماريو شكون صبنا داك ليزار. نسيت موريتكم شفت دوك الخشاوي الكوفر اللي شريتها، لا اله الا الله مع التليفون عصبني. المهم احبابي هنا غادي نخليكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل حتى الغدا.